أكثر من مرة في اليوم تبحث ماجدة عن صرافات آلية أملاً في سحب ما يمكن سحبه من رصيدها الذي يحول إليه راتبها لقاء أتعاب عملها كمترجمة محلفة. تهز رأسها بعد أن تفشل جميع محاولاتها، فالمصارف مقفلة والمودعون لا يجدون إلا إجراءات تعسفية في حقهم، لا سيما الصغار منهم. الصعوبات اللي بواجهها هي اكثر شيء انه ما بعرف امتى بدي اجي اسحب مصاري، الاي تي ام مفتوح مش مفتوح، معبي مش معبي. طبعا كمان بما انه في ليميتس من البنوك احيانا بضطر اني اجي اسحب كذا مره لحتى اقدر ادفع المدفوعات اللي علي من موتور واجار وكهرباء والى اخره تليفون، لانه كل مره لازم يكون الدفع بالكاش وما على طول بقدر اسحب كالليميت اللي بدي اياها من اول مره. أبواب المصارف مقفلة تماماً وصرافات الآلية ملأة بالأوراق النقدية في محسوبية وعبث يهددان أمن اللبنانيين وحياتهم على أكثر من صعيد. فالعمليات النقدية والمالية متوقفة منذ أكثر من أسبوع، بما فيها التحويلات المالية لتسديد فواتير الاستيراد في بلد يقوم اقتصاده بشكل شبه كامل على الواردات. مش مقبول أنه يضلوا الإضراب بهالطريقة، ولازم يلتقى أي نتيجة مدعوين المسؤولين كلهم إن كان بالمصارف أو من الناحية الدولة اللبنانية، أنه ما فينا نضلنا بهالمرحلة، لأنه أكثر من يومين ثلاثة زيادة ما بعود لا نقدر نصدر شيكات لندفع للجمارك، ولا قادرين ندفع التزاماتنا للمستوردين، ولا قادرين نعمل أي شيء، وهيدي بتأثر كارثة علينا كبزنسز وعلى المدى الطويل على الأمن الغذائي بالبلد. لكن ما خلف أبواب المصارف المقفلة عمليات مالية تعتريها شبهات تمييز بين المواطنين، إذ لا يرى الخبراء الاقتصاديون أي تفسير لاستمرار تسجيل عمليات شراء دولار عبر منصة صيرفة إلا عبر ترك أبواب مواربة لكبار المودعين. لم تحدد جمعية المصارف في أي تاريخ زمني لاستئناف الأعمال في المصارف، ويخشى في لبنان من تكرار سيناريو العام 2019 عندما أغلقت المصارف أبوابها وفتحت المجال أمام المحظوظين لتهريب أموالهم إلى خارج البلاد في لحظة فوضى نقدية. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.